فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يبعد بيتي عن المقبرة تقريبا 200 متر، لكنه يطل عليها، فهل إذا نظرت إلى المقبرة من البيت أسلم على الأموات؟ وهل يجوز أن أسمح لنسائي في البيت أن ينظرن إلى المقبرة ويسلمن على الأموات؟ هذا شيء ما ورد، إنما السلام على الأموات في حالتين: في حالة الزيارة أو في حالة المرور، حالة المرور على المقابر. أما أنك تنظر إليها من بعيد وتسلم، هذا شيء ما ورد ولا أعرف له أصل. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.